الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. صباح يوم جديد في نهارك سعيد. النهارده هنكون موجودين معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء. النهارده 8/9، اول اسبوع عدى في شهر 8، في شهر 9 عدى بسرعه جدا. فيعني ده معناه ايه؟ انه الناس هتبدا تقلق بقى انه المدارس داخله والايام بدات تجري بسرعه. مش عارفه ده ليه ما حصلش في شهر 8، بس على العموم صباح الخير مره تانية. هنقول لكم فقراتنا ايه النهارده، بس صباح الخير يا مي. صباح الخير يا ساره، وصباح الخير مره تانية على كل اللي بيتابعونا النهارده. واكيد عندنا فقرات كتيره جدا بتغطي كل النواحي، كل او اهم ما يدور في الشارع المصري. هنبتديها كالعاده بفقره الصحافه وقراءه الاهم عناوين الصحف، وهيكون معانا ضيفنا فيها استاذ مروان يونس الكاتب والمحلل السياسي. الاستاذ معتز الشناوي امين اعلام حزب التحالف الاشتراكي يكون موجود معانا النهارده في نهارك سعيد. هنتكلم معاه عن الانتخابات البرلمانيه وترشح واستعداد الاحزاب في البرلمان وفي المحافظات، هيكون شكلها عامل ازاي، وطبعا الكشف الطبي وتقسيم الدوائر، حاجات كتير جدا تخص الانتخابات البرلمانيه والاحزاب هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله مع الاستاذ معتز. موضوع بيع وسرقة والمتاجرة بالآثار المصرية في الفترة الأخيرة زاد جدا 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 وأصبح علني، يعني بقت المتاجرة فيه على الإنترنت وقدام الجميع، موجودة في الصحف الأجنبية. مؤخرا تم بيع تمثال من متحف لندن بمبلغ كبير جدا. حاولت الوزارة في مصر إن هي تلم المبلغ ده ولكن فشلت، ما قدرتش طبعا لأنه كان حوالي 16 مليون جنيه استرليني. فقام ضيفنا النهاردة دكتور بسام الشماع اللي هيكون موجود معانا طبعا خلال الحلقة، عمل حملة وقدر ان هو يتواصل مع الرئاسة. عايزين نعرف النهاردة ايه اللي حصل ونتائج المقابلة دي كانت عاملة ازاي. دكتور بسام الشماع هو مؤرخ وعضو جمعية الدراسات التاريخية. الدكتور سعاد حسني استشاري علاقات أسرية هتكون موجودة معانا النهاردة، هنتكلم معاها عن القلق وأثر القلق على صحة الإنسان وعلى أدائه في الحياة بيكون عامل إزاي. أكيد بيكون له تأثير كبير جدا، فخلينا النهاردة نعرف إيه تأثير القلق، إزاي ممكن نتخلص منه أو نتعايش معاه ونتعامل معاه بشكل يقدر يخلينا نكون إنسان أصحاء في تعاملنا أو في طريقة أدائنا في الحياة. دعوة للتظاهر يوم 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، النهاردة هنتكلم عنها وهنتكلم عن الأسباب اللي أدت لوجود متظاهرين ضد القانون، ولو كان في نية عند الحكومة لتعديله أو تغييره في الفترة اللي جاية. وهيكون معنا دكتور مدحت نجيب المستشار القانوني والمحلل السياسي. تمام مشاهدينا، سردنا لحضراتكم فقراتنا النهاردة، هنروح لأول فاصل نرجع نشوف إيه معنا في فقرة الصحافة النهاردة.